كلنا نعلم أنه الآن يعني الأستاذ مرتبه يبدأ من 3000 شهريا، 3000 دينار، يعني 3000 دينار الآن الحاجات الأساسية لفرد واحد لا تكاد تكفيه، ما بالك الأسرة والله الإنسان الأستاذ اللي راهو فحالته النفسية كيفاش راح يكون حتى يمارس مهمته الأساسية اللي مهمته ترتكز على أنه يكون دائما في حالة على الأقل في حالة نفسية مقبولة باش يواجه التلاميذ وباش يرفع معنويات التلاميذ ويحافظ على أدائه التربوي والنفسي داخل القسم. ومن هنا كان سرى نقاش حول محاولة إيصال رسالة قوية للجهات العليا بأنه هذه الزيادة قليلة جدا وضئيلة ولا تكفي، وبالتالي هذا إضراب سمي بإضراب إنذاري للسلطات العليا في البلد وللتعبير على أنه هذه الزيادة لا تفي بالغرض، يجب أن يلتفتوا إلى زيادة معتبرة على الأقل تحفظ كرامة الأساتذة وتلبي أو تحافظ على الأقل على الحضرة القدرة الشرائية السابقة، يعني مش تحسين القدرة الشرائية وإنما تحافظ على المستوى المعيشي للأستاذ الذي كان قبل هذه الزيادات اللي جات بشكل يعني نقدر نقوله زيادات مجنونة يعني في أغلب المواد الاستهلاكية الأساسية. ولذلك تلاقات النقابات التربية مع نقابات الوظيفة العمومية وصرى نقاش كبير حول كيف نعبر، كيف نوصل رسالة للسلطات العليا بأنه القدرة الشرائية راهي في الحضيض وبأنه يجب الالتفات ل لتحسين هذه القدرة الشرائية. وكان الاتفاق بين نقابات الوظيفة العمومية كما قلت تجاوز 30 نقابة في الوظيفة العمومية من بينها طبعا كثير من النقابات التربية بأن يكون الإضراب إنذاري لمدة يومين. وانتم تلاحظوا بأنه فيه يعني أحداث ممكن بان ترقوا لها جت تبعا لهذا الإضراب، نتمنى أنها تكون يعني التفاتة من السلطات العليا التفاتة جدية لمعالجة هذا الملف وللحفاظ على القدرة الشرائية على الأقل التي تحفظ كرامة الأساتذة.